شوبينج عبر لابوتيك وأحلى شيء الصبحية معي أنا بلانش كل يوم عبر الـ LBT حتى نقدر نخبركم أكثر عن كثير من الأصناف الموجودة بلابوتيك نقدر نأملكم إياها على بيوتكم وين ما كنتوا بلبنان وخارج الأراضي اللبنانية. كل الأيتيمز اللي عم نحكي عنهم بلابوتيك ممكن أنتم تشترون عبر 79-100-225-678-9. الصالون الرائع يلي موجودة فيه والديكار الرائع يلي كل الاستوديو مزين فيه هو من ليفينج سبيريت. المانجر موجود معنا شربل صفير، اهلا وسهلا فيك شربل، كيفك؟ تفضل بيت بيتك شربل. حضرتك صحيح المانجر بليفينج سبيريت وانما كمان حضرتك ارت دايركتور وديزاينر، ف يعني كل شيء بروفيشنال موجود بشربل صفير. هلا هي تركيبه الديزاين كلها هي لانه مفصله فيها كثير تفاصيل. هلا نحن بهمنا كليفينج سبيريت تيم انه نحن كل البرودكتس اللي عنا مركز على الهاي اند فرنتشر، ومن ضمنهم هالصالون يلي نحن عم نشوفه. أوكي. يعني نحن مركز على الهاي كواليتي، مركز على الفينيشينج. اذا ملاحظه مثلا هذا الصالون مؤلف من جلد وقماش مع تاتش اوريجينال بالكوسانات، ونحن كل ايتم موجود عنا معت عليه جارنتي 5 ييرز على الخشب وعنا سنتين على الفينيش. سو كله بيصنع بمعاملنا وتحت اشرافنا نحن. صحيح مثل ما عم تشوف الصالون يعني وحتى على الهواء رائع يعني عم بيكون، وانما مريح مثل ما حضرتك عم بتقول. صحيح. وين هيدا الصالون ممكن يكون ب هيدا هي يعني شقفه باي سبيس؟ هلا هيدا فينا نستعمله ان كان كصالون ولا كليفينج روم بصالونات كثير كبيره. نعم. بس هون في عنا ادفانتج كثير مهمه. هلا الصالون هو صحيح 4 امتار و30 بغمق 3 امتار، بس هو بنفس الوقت بيسيع لنا 8 ل 10 اشخاص. يعني الصالون العادي بيسيع لنا ماكسيموم 5. هذا الافونتاج فيه، بيقعدوا كل العالم عليه 10 اشخاص، والحلو فيهم انه كلهم فيسينج لبعض، ما في حدا قاعد على فرد لاين. يعني اليوم وقت بيكونوا ثلاثه قاعدين على فرد صف، النص الثاني دائما بده يقرب ويرجع. ذاتس واي هذا كل العالم مجموعه مع بعضها. وبالاضافه لهيك في عندنا طاولات الجنب اللي هن كثير هاندي، يعني الواحد بده يحط كبايه بده يستعملها، وفيهم دراورز كمان بينفتحوا بنحط فيهم ماجازين 100% لانهم منجدين. وكمان مثل ما عم نقول الطاولة اللي عنا موجودة هون بنفس الوقت هي كمان منجدة، اذا اجى عنا مور سبيس في عنا عالم كتير، في عنا ضيوف كتير فينا نستعملها للقعدة كمان غير كأنها طاولة. والكوسانات كلهم الموجودين رح يكونوا ضمن الأوف؟ كلهم من ضمن الأوف، هيدا سبيشالي لمشاهدينا. وسهلا عم نشوف المشاهدين عن جد قليل يعني نسبة للجارنتي اللي عم تعطوها، نسبة للهاي كواليتي اللي حضرتكم كمان عم تعطوها. بتصور شربل حضرتك ما بترضى يكون الصالون هيك بسبيس مش انتم كمان عاملين عليها ستاتش تبعكم، شو بتخبرنا عن البابي با عن كل الاكسسوارز اللي موجودة؟ يعني حتى إذا بتلاحظي حضرتك يعني نحن فتنا كمان لهون عملنا تاتش الديكور من الوول بيبر من الباركي، الاكسسوارز اللي هن بيعطوا الجماليه للقطعه وبيظهروها اكثر. نحن كديزاين وايز مثل ما قلنا وكمان وصاروا المشاهدين لازم يكونوا بيعرفوا ان نحن مقدمين كمان فري كونسلتنسي على كل شيء بيتعلق بالديزاين. يلي بحب يخلق كاركتر لبيته ما عليه غير يتصل فينا ونحن بنحدد الميتنج نحن وياه، وكلها استشارات مجانيه بس لزبايننا باللابوتيك. نعم. ضمن ليفينج سبيريتس اكيد الاكسسوارات موجودين، يعني اللي عم بشوفون المشاهدين اذا حبوا اي قطعه منهم فيهم يشتروها عبرنا. وانتم يمكن بتحكوا معهم اكثر تشوفوا جوهم بالبيت كيف هن. صحيح. شو بيريحهم حتى اذا بدهم فرش ابيض او البلانكاسيل موجود كله بيتعدل على الطلب اللي هو بده اياه الكلاينت. وبالاضافه لهيك نحن في عندنا سيرفيس نطلع نحن على البيت بنشوف الاسباس بنقترح عليهم بنشتغل الديزاين مع الفرنتشر تناسب السبيس اللي عندنا. شو بيفرق ليفينج سبيريت عن غير جاليريز وغير ديزاينرز؟ سبيريت سبيريت صح؟ هيدا اللي لمسناه، هيدا اللي لمسناه. انا بدي اتذكرك في شيء بعد تحب تقوله؟ بس بدنا نذكر المشاهدين كمان بالاوفر، ما بقى رح نحرقصهم كثير، الاوفر ان الله رد باركي نكست ويك بيكون على الهواء، اوفر فرش بيت كامل متكامل بسعر كثير سبيسيال بس لمشاهدينا. عم نحكي مع باركي مع لا هلا الفرش بس فرش بس اذا اخذوا الاستشاره تبعكم 100% فينا ننسق كل شيء، بس هو الفرش كاوف يعني صالون سفره غرفه نوم غرفه اوض بسعر كثير اوريجينال لزبائن لابوتيك، وفينا نعمل اكيد التاتش يلي بدنا اياها بالاضافه للاكسسوارات ولكل شيء ديكور. انا بدي اتشكرك، اهلا وسهلا فيك دائما بلابوتيك. رح ننتقل مشاهدينا لنحكي عن ال 3D وول. ال 3D وول يلي سبق وشفتوه كمان بلابوتيك وهي التاتش يلي انتم فيكم تخلقوها ببيتكم دو ات يور سيلف بواسطه هال يعني المربعات يلي معمولين من قصب السكر ويلي رح يقدروا يسمحوا لكل شخص عباله يغير المود ببيته وعباله يخلق هالحيط النافر ويعطيه 3D امباكت رح يقدر يعملها بمجرد انه يشتري هاللوحات الصغيره يلي معموله، برجع بذكر من نوعيه قصب السكر يلي رح تقدر تعملنا عازل بالبيت اذا عندنا سبيس كثير كبيره وفيها صدى بروح الصدى
بلس رح تقدر تخفي كل العيوب يلي موجوده كمان بالحيطان، بلس انه رح تقدر تعزل الرطوبه والاصوات. فاليوم انتم ببيتكم عندكم حيط سخيف مش عاجبكم، مقبوع عنه البويا، الاولاد مخرتشين عليه، ما بتعملوا شيء لا للطراش ولا للدهان ولا لحدا، بتتصلوا فينا وبتاخذوا 6 امتار مربعين من ال 3 دي وول، بتلزقون بحيالا جلوغان بحيالا سيليكون وبتعلقوا عليهم التابلو، بتكون هي باك جراوند للتخت، باك جراوند للتي في وغيرها. اليوم من خلال بوتيك فيكم تعملوا هيدا التغيير ببيتكم بمجرد انكم تتصلوا فينا على 79-100-225-678-9. دايما عبر لابوتيك اصنافنا عديده لترضي كل المشاهدين حسب شو حاجتكم. فالشخص يلي هلا حاجته يعرف وزنه كيف مجزأ وكيف مقسم، بسام موجود معي من ماركت تريدينج حتى يشرح لنا اكثر عن بي ام اي سكيل. هاي بسام، كيفك؟ بي ام اي سكيل ميزان منه عادي، اول شيء هو ميزان ديجيتال، وشو فيني انا اخذ منه معلومات؟ صح، ميزان ديجيتال واول شيء كثير دقيق، يعني فينا نزين لل 150 كيلوغرام من 2 كيلوغرام. نعم. اوكي، معلومات منه ما في اخذ شيء، بدي اخذها كلها من التابلت. اوكي، بمجرد انا امسكها بايدي احملها انا واقف على الميزان. نعم. مشان العين تقرا المعلومات. اوكي، شو المعلومات يلي انا بحطها وشو المعلومات يلي انا بحطها؟ بدي احط نقي بروجرام لي من 1 من 0 ل 9. اوكي، بختار، بيطلب مني رجل او امراه، بختار العمر وعندي الطول، بقول له سات كل اللي علي اعمل انا احمله هيك بالايدتين. نعم. فوق العين وبطلع طبعا حافي القدمين. اوكي، شو المعلومات بالتدريج اللي بيعطيني؟ معلومات بيعطيني الوزن، يعني هلا اخذنا 72 كيلو ونص. اوكي، بيرجع ببلش يعطيني قد ايه عندي فات بعد 4 ثواني. نعم. قد ايه عندي ماسل عضل نسبه للمي بجسمي، قد ايه الكالوري لازم احرق، والبي ام اي. اوكي، فاذا كل هيدي المعلومات صار فيكم تحصلوا عليها من تابلت وحده على ميزان واحد، البي ام اي سكيل بلس، هديه من قبل ماركت تريدينج عبر 79-100-225-678-9. انا وبسام رح ننتقل لنكمل الاصناف الثانيه اللي موجوده من ماركت تريدينج. طبعا نوتريشنال سكيل كمان هو ميزان، وانما ميزان رح تستخدموه داخل المطبخ لتزينوا وتشرحوا كل اصناف المأكولات قبل ما تتناولوها لتعرفوا اذا بتفيدكم بتضركم، شوفي بقلبها مواد بتغذيكم، وبالتالي انتم بتعرفوا حالكم اذا لازم تتناولوها او لا. خبرنا اكثر بسام عن النوتريشنال سكيل. هو كمان ميزان عادي للمطبخ بس كثير دقيق، ميزته انه دقيق. نعم. يعني جرام جرام بيقسم فيني لل 5 كيلوغرام. اوكي، في بقلبه ساعه وكاونت داون تايمر. هلا انا اذا بدي اخذ لزين عندي خيارات نقي بين جرام كيلوغرام ليبرا وأونصة. نعم. اوكي، بدي زين حيالله شيء، اليوم رح نزين جزر، امبارح اخذنا معلومه غلط عن الكود تبع الجزر. اوكي، فاذا هو ما بيعطيني معلومات غلط، وانما اذا انا ما دخلت الكود المزبوط ما رح يتعرف على الايتم يلي انا عم زينه. الاصناف عديده فيكم تزينوها، فيكم تزينوا ساندوتشز شارينها من السوبر ماركت جاهزه او من المطاعم جاهزه، فيكم تزينوا الطبخه اللبنانيه بكل تفاصيلها وتعرفوا قديش فيها غذاء او لا، فيكم تزينوا كل جميع انواع السوائل، مبيد، ويسكي، عرق، وصلصات، بندوره مثلا وغيرها، البهارات كلها، كل اصناف الطحين، الخبز، الخضره، اللحوم، الاجبان، كلها ضمن كتالوج موجود. صح. معها نوتريشن سكيل. دخلت لنا طلعوا 193 جرام هول، الكود 825 للجزر. اوكي، 825. اوكي، هلا تعرف عليهم انه زر. نعم. جزر. هلا شو بتعطيني؟ بدي اعرف شو فيهم كالوري، مثلا فيهم 83 كالوري. اوكي، اوكي، عندك هلا شو فيهم ملح، فيهم 68 ملي جرام. نعم. شو فيهم بروتين 2.70 جرام مثلا، بدي اشوف شو فيهم شحم، ما فيهم كاربس، نشويات كاربس 18 جرام. اوكي، اوكي، كوليسترول ما فيهم، والياف فيبر فيهم شيء 6 جرام تقريبا. اوكي، اذا كان هذا الجزر هو طبخه مقلوبه جزر شو بصير الوضع؟ مثلا بدي بزين الجزر، بحط الكود تبعه، ببوس ام بلس، باخذ ميموار ثاني، حط الرز، حط الرز مثلا كمان الكود ام بلس، بخلص كل المكونات طبختي. نعم. ببوس ام ار. ام ار بيعطيك الطبخه كلها شو بتحتوي. نعم. من كل هالتفاصيل مزبوط. يعني بتاخذي طبختك كلها. موجود من خلال بوتيك بالسعر اللي عم يمرق قدامكم على الشاشه، دايما عبر 79-100-225-678-9 فيكم تحصلوا على كل غرض عم تشوفوا معنا بلا بوتيك. بس هم رح نشرح اكثر اليوم كمان عن الاعلانات عن هيدا المبدا اللي فعلا عم بخلي السهوله بتوضيب المأكولات ببيتنا والحفاظ عليها لفوق الخمس مرات زياده. شو الطريقه؟ يلا الطريقه، نحن عندنا الماشين كان بطاريه ولا كهرباء، والطاريه اللي هي بتفرغ الهواء من الاكل. نعم. اوكي، نعمل فاكيوم، عندنا كياس لها وعندنا المستوعبات لها. اوكي، الكياس كله يستعمل لحد 30 مره، يعني بغسله برجع بستعمله. مزبوط. ما عندي مشكله. المستوعبات بس تجي اهم شيء يستعمل يعني للاحتكاك مع. نعم. الاكل،
بيحمل 20 درجه تحت الصفر، 50 فوق الصفر، يعني مايكروويف وفريزر ما عندك مشكله. اوكي اوكي، كل اللي علي اعمل انا اني بحط الاكل، مثلا الثوم نحن هون قد ايه له، يعني الثوم اذا انضب بواسطه اكياس الالينز ما بيفرخ وما بيلون اخضر وما بتعطيني ريحه، كل حال داخل البراد بيكون الثوم مفقه جاهز، البصل كمان، البطاطا المقطعه نفس الشيء، كل السلطات اللي بدي احضرها سابقا نفس الشيء. خلينا نشوف الورقيات والسلطه كثير مهمه، يعني البقدونس للتبوله انا كل اللي علي اعمل سكر الكيس وبسحب الهواء منه. اوكي, أوكي. فينا نسحب الهواء هيك هون لنشوف، فينا يلا ها نسحب نحن والهواء. اوكي اوكي، فاذا بهذه الطريقه الالينز رح تسحب الهواء، الكيس رح يلزق على حيلا صرف من المأكولات اللي ضبينه، ما الكيس ما رح يطعم والعبة ما رح تطعم. خلينا نفتح العلب ونشوف ورقيات للشغل كثير نحن اكثر شيء متحمس عليها واللي هي البقدونس. مش هذا بقدونس مصفر اكثر من اسبوع صار لهم داخل الالينز لانه انسحب منهم الهواء، بيظهروا من البراد وبفوتوا على البراد وبعدهم ماشي حالهم. عندك هون شمام اصفر، عندك هون عم نعطي خيارات نحن شو فينا. انت عارف انه شمام بس انا كيف بدي اعرف؟ هيدا الشمام لحمه هيدي لذيذه، هيدي لحمه بعدها حمراء مسودت، نحن عم نعملهم قصد للعالم تشوف. بتعرف من الفليفله انه الفليفله عتقت بس اللحمه بعدها صح سوداء. الكفته كفتة جاهزة لك كيف بعده لونها مزبوط مقرصة وجاهزة، يعني حتى ما عمل الميلتت ما كبت مي البقدونسة، هيدا التووق كمان جاهز يعني. بعدين الأكل يلي ما بده براد بسام مثل العدس كمان، هيدا كل شيء بينحفظ يعني من الصوص بيطول. عندك هون مثلا عندنا هون لد نحن فينا نغطي أي شيء مبروم، هو بقايا مثلا لوبيا بحطهم فيها. عن جد اللون هو خير دليل انه الاصناف بقيت مثل ما هي. اليوم انتم هيدا التكنيك صار فيكم تختاروها لا عندكم على بيتكم ضمن مجموعتين مختلفتين، المجموعه يلي بتضم كل الاكسسوارز بالحجم الكبير، يعني الغطاء الكبير، الكونتينر الكبير مع المبروم والمستطيل، اضافه للقاعده الخاصه بالالينز، غطاء المبيد، تعليقه والكليب للاكياس، بلس رح يكون في عندكم الهاند بامب هديه. اكيد رح يكون في هون عندنا 35 كيس لتوضيب المأكولات، موجودة المجموعة الكبيرة فيكم تختاروها على يلي بتشتغل على البطارية فقط بالسعر يلي عم بتشوفوه، يلي بتشتغل بطارية وكهرباء كمان بسعر آخر، بس عليكم تختاروا حجم الايتمز الإضافيات بأول باكج. تاني باكج نفس الشيء وإنما الأكسسوارز الأصغر، يعني الكونتينرز الأصغر شوي، اللد الأصغر، الهاند بامب هدية 35 كيس ضمن هيدي المجموعة، غطى المبيد، القاعدتين يلي بتتعلق على الحيط ويلي بتضلها ثابتة على الطاولة، كمان هيدي المجموعة فيكم تختاروا الإلينز تكون تشتغل على الكهرباء والبطارية ضمن كل الأصناف أو على البطارية فقط كمان ضمن كل الأصناف. بس أعمل كلمة لإلك تقول له للمشاهدين أنهم مكفولين صح؟ نحن مسؤولين عن أغراضنا، نحن يعني اختبرناهم سنة قبل ما نقرر ننزلهم على الهواء، نحن مسؤولين عنهم ما في مشكلة أبدا أبدا. أنا بدي أتشكرك، أهلا وسهلا فيك بسام. رح ننتقل للمشاهدين لنحكي عن أصناف خاصة بأريتي، وقت لكم كيوكي بتقولوا أوكي لونها هيك مثل اللعبة، بس هل يا ترى هل كيوكي قادرة تشتغل كجريل؟ اكيد قادره تشتغل كجريل واحسن من اي جريل، لانه البيس يلي موجوده بقلب الكيوكي هي البيس يعني الملونه، وانما الجريل كجريل هي معموله من السيراميك، سيراميك يلي رح ياخذ حرارته من الريزيستانس، وما تخافوا الريزيستانس بتشتغل يعني على 1 امبير، حتى اذا كان في موتور او كهرباء وداير الاي سي ما تعطلوا هم. صار فيكم تعملوا كل اصناف الاومليت، الكريب، كل انواع المشاوي على هيدي الكيوكي. اليوم نحن رح نعمل الاومليت، انا حضرت يمكن بدي رشه ملح، حضرنا الاومليت. الحرف الكبير بالكيوكي بيسمح لنا الحرف الكبير بالكيوكي بيسمح لنا اذا رفخت الاومليت تضلها ضمن الحاجب تبعها، وبيسمح لي اكثر انه اقدر انا اعمل صينيه كفته على بطاطا، اقدر اعمل صينيه خضره مع الصلصه، حتى اذا عندي باستا مسلوقه وما بدي حتى بالفرن فيني احطها داخل الكيوكي وهي رح تامن استوى. الكيوكي موجوده من خلال بوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه، رح استعمل عليها مباشره السلادينو، سلادينو يلي شوفوا كيف رح اقدر افرم انا الثوم، البصل فوق الاومليت تبعي. هيدا الشيء دائما فيكم تعملوه بقلب الطنجره، فيكم تعملوه اذا عم تحضروا جات سلاد، هيدي الطريقه
سالادينو رح تأمن لكم إياها على جميع أصناف الخضرة يلي بدكم تعملوا. وأنا رح نغير الشفرة بس تنوزعهم. الكريب عم تجهز، فيني غير شفرة السالادينو لاخذ موديل ثاني بتحضير، يعني إذا بدي أبرش مثلا الفليفلة فيني غير هيدي الشفرة. الشفرات تبع السالادينو معمولين من الستينلس ستيل، الستينلس رح يتغسل يتنظف أكيد، ما رح يصدي وما رح يتأكسد مع الأكل وما رح ياخذ لون. يعني أوقات مثلا إذا كانت الشفرة بلاستيك ممكن البلاستيك مثلا اذا حتى جزر اكيد الجزر رح يطبخ، هون ما عندي خوف انه يطبخ. رح نغير ونكمل الاومليت تبعنا بواسطه السالادينو. هيك انا ما عزت بقى اعمل جلوه كبيره من بعد ما اكون حضرت الاومليت. وهيدي الفليفله اوكي. سالادينو كمان مثل ما شفتوا هي وايرلس. هلا بكملكم الخبريه تبعها بس تنأكد انه الاوملات تبعنا جهزت. هيدي الاوملات انا فيني اسحب البريس تبعها على الكيوكي، برجع بذكر اوكي، وهي فيني اقدمها على سفرتي اوكي. هي رح تكمل استوى، البيض لما رح يوقفون الاستوى تبعه رح يكمل الاستوى. هذا بالنسبه للكيوكي. رح نكمل فرجيكم اكثر السالادينو يلي مثل ما قلت هي وايرلس، يعني هي فيها تتشرج على البطاريه. وقت اجي انا لحضر طبختي او ضف لها خضره مقطعه على طبختي، او حتى اذا بدي اعمل جات السلاد يبقى فريش ما بدي اقطع السلطه بوقت قبل، صار فيني استعمل السالادينو. مثل ما شفتوا يدويه هينه بكبسه وحده رح تعطيني كل شيء انا طلبته من خضره مقطعه. حتى لو كانت الخضره قاسيه فيني احضر بقلب الجات، فينا حضر على الجريل، فينا حضر بقلب الطنجرة، كل أنواع الخضرة. وحتى الفاكهة إذا كنت أنا عم بعمل مثلا تارت وبدي فواكه فينا أعمل هيدا الشيء. سالادينو بلونها الحلو كمان وبالتقنية الجديدة والكتير هيك، ما بقى منحط المكانات الكبيرة ومن ضبة، صار فيكم تاخدوا السالادينو بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشة وتحصلوا عليها من دون أي تكاليف إضافية. حدا ملقم قهوة على الجريل، نحن رح نعمل هيدا الشيء بالياكي. بس إلي بدك تقلي هيك يعني عم قوي ولا عم خفف؟ مخفف هيك عم قوي. اوكي دورنا الجريل. الجريل يلي موجوده كمان من اريتي وهي ياكي. هيدا الياكي هي بلاتو زيز السيراميك، زيز السيراميك اللي بتشوفوه هلا باغلب برامج الطبخ واغلب البيوت، صار عندهم بدل الجازينيير صار في عندهم هيدا الشيء على الغاز. اليوم الياكي بلا غاز وبلا مصروف كهرباء كبير، كمان على 5 امبير. اذا عاملين بس اشتراك 5 امبير فيكم تدوروها، فيكم تعملوا عليها يلي بدكم. الحلو كمان انا فيها تكون بلاكيت شوفات، يعني فيني اشوي عليها انا الخضره وفيني لقم عليها القهوه او حضر عليها الصوص يلي بده يكون على بطنجره او بسوسيير. مثل ما شفتوا هي ما بتنجرح، والركوه او الطنجره يلي عندي اياها كمان ما رح تتاذى. متى حميت صار فيني انا اعمل عليها قشوة طوق مثلا، شفتوا دغري دغري بتعطيني الحرارة. هيدي الحرارة ما بتروح بوقت سريع، دغري هيدي الحرارة رح تقدر هيدي الحرارة دغري رح تخدها الخضرة ودغري رح تعطينا النتيجة. رح نحط الثوم، رح نحط البصل، ومنحط مثلا الفليفلة. بهيدا الشيء صار فيكم انتم ببيوتكم تحضروا كل اصناف المشاوي على هالبلاكيت سيراميك، وبنفس الوقت يلي هي كمان فينا نلقم فيها القهوه. فاذا بهيدا الشكل المهضوم رح تقدروا تعملوا الستيك، رح تقدروا تعملوا السمك، المشاوي، حتى فيكم تطبخوا عليها بشكل مباشر، لانه الياكي ما بتتاذى بالسكين. يعني انا اليوم اذا لقيت حالي عبالي هيك افرم راس بطاطا عليها، لانه معموله من الازاز السيراميك ما رح تتاذى، رح تقدر تعطيني النتيجه يلي بدي اياها. وانا صار فيني اقصقص عليها، اكل عليها وضيف ضيوفي اكل كتير طيب وصحي. مثل ما ملاحظين انا لا حطيت زيت، لا حطيت زبده، ولا حطيت حتى صوص، يعني ما بتتاثر. خليني خلي الركوه هون، عجقناها عليها وانما هي قد الحمل.
هيدا بالنسبة إذا للياكي، الياكي اللي كمان فيكم تحصلوا عليها بمجرد إنكم تتصلوا فينا على 79-100-225-6789. حيلا أصناف من هالأصناف يلي شفتون يلي هن من أريات الماركة التليانية، إذا حبيتوا مثلا سلادينو تاخدوها مع الكيوكي أو مع الياكي كمان رح يكون لكم سبيشل برايس. خليني روح لنعمل المافنز أو الكب كيكس. باخد معي هيدا الشيء العظيم. لا قولي هوني لحقدر اعمل انا كب كيكس انا وقاعده بالبيت بقوت القاعده ما في مشكلات اللي بيقولوا لنا اولاد عبالهم ياكلوا كب كيكس جاتو صار فيني انا اعمل لهم حيلا خلطه بدي اياها. القطعه اللي عم تشوفوها قدامكم هي المافن اند كب كيك اللي هي شكلها شوي مثل سبيس شيب مثل المركبه الفضائيه، وانما هي امنه لتقدر تخلي حتى الاولاد اذا عبالهم هن يعملوا المافنز يقدروا يعملوهم هن وقاعدين بعد الظهر مع اصحابهم. صغيره مثل ما عم نشوف، وانما بتعطيكم 7 كب كيكس يعني 7 اشخاص رح يقدروا ياكلوا كب كيكس. لونها كثير حلو، لونها فيوجن لتلبق ضمن الجام الكبيره يلي هي بارتي تايم من أريتي. كمان ما بدها كهرباء كتير، يعني حيلا حدا بخمسة أمبير اخذ مثلا اشتراك لح يقدر يستعملها. ما بدي ادهنها ولا مادة دهنية خوفا من انه يلتزق مثلا الخليط المافنز. لح اقدر اعمل الكب كيكس او المافنز بقلبها، او حيلا خلطة جاتو فيني اعملها بقلبها. كمان يعني الثغرات السبعة يلي موجودين حتى لو اجا على الجوانب، لانه الغطاء كمان مزود بال7 ثغرات، رح تقدر تقطع الكب كيكس لتعطيني شكل الكب كيكس الحقيقي والطعمة والنكهة، ولانها مضبوطة بشكل رائع رح يستوي الكب كيكس ب5 دقائق. يعني نحن مش بحاجة الا ل5 دقائق 1 امبير لاقدر اعمل 7 كب كيكس. و5 دقائق يعني ماشي ماشي ماشي، يعني لبين ما تحموا فرنكم وتفضوا وتزووا الدنيا بتكونوا انتوا عملتوا كب كيك. هنكملهم على 7 هالقد. بس منسكرها منحطها بالكهرباء مثل ما عمول، يعني حتى اذا اجى على الاطراف ما بيأثر. 5 دقائق فقط لح تقدروا يصير عندكم كب كيكس. منسكرها هيك مندورها، بتضويلي ضو الاحمر والضو الاخضر، وبعدين وقت بيطفي الاخضر يعني الكب كيكس جاهزه، والريحه خير برهان انه الكب كيكس رح يكونوا جاهزين. الكب كيكس اليوم رح نعمل له نحط له اكيد الكريم، وانما خليني افرجيكم كمان الجراتي. الجراتي شلتها من هنيك وبعدها دايره. الجراتي هي المبرشه اليدويه، وانما يلي بتتشرج على الكهرباء وبتصير خلص وايرلس، يعني ما بدكم لها شريط. بداخلها رح تقدروا تحطوا كل شيء بدكم تبرشوه، بدكم تعملوا فريش موتزاريلا، فريش اشقوان، كله تازه، او حتى كل اصناف الحبوب رح تقدروا تبرشوها بواسطه هل الجراتي هيدي من أرياتي التليانية. انتو بس بتحطوا اليوم رح نعمل البندق لنستفيد منهم كمان للحلو يلي عم نعمله. هلا انا بطحنهم مثل ما بتشوفوا رح يبقوا جوا لاقدر اخذ كميه قد ما انا بدي، وبرجع برشهم. صار فيني احط غير صنف، هلا فيني اعمل الفستو، يعني اذا عم نعمل تنقول عنا مغلي او حيلا حلو عربي هلا وبده مكسرات هيك. انتو وين هون؟ بدهم اياها هيك، انا عم جمعهم. اوكي صار فيني هيك رش انا على سفرتي الجبنه، صار فيني رش كل الاصناف يلي بدي اطحنها، والبرش عم بيكون كثير ناعم، وبرجع بحطها على البيس تبعها. هيدا البندق هلا رح يصير جاهز لنقدر نحط معه الكب كيكس والكريم. الجراتي موجوده من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه، دائما على 79-100-225-6789. رح انتقل لنحكي عن الماشين يلي هي خاصه بالهوت دوغ. هيدي الماشين كمان سهله انه نقدر نستخدمها ببيتنا، لانه نحن بس بدنا نحط الهوت دوغ بقلبها ومنعير الدقايق يلي نحن بدنا الهوت دوغ ينضج فيه. لحط الخبز هيك مندورها
على الأربع دقايق فردنا بتعلق، وقتها بيخلصوا الأربع دقايق رح تكبس لحالها وتطلع لي الخبز محمص أو سخن حسب أنتو درجة قديش حطيتوها دقايق، والهوت دوغ كمان مسخن ومستوي، وبالتالي ما لكم غير تحضروا الساندوتش تبعكم حتى تقدروا تتناولوا هوت دوغ فريش. ومثل البارتي تايم، يعني إذا كان عندنا حفلة مهضومة لأولادنا أو لإلنا نحن من عشية، صار فينا نحضر هوت دوغز، كب كيكس، مشاوي، كل شيء بالاصناف يلي موجودين من اريتي. اكثر من هيك، اريتي جمعة الجاي رح تعملينا بوزة على الهواء، شد حالك ظبط لي زلايمك لنقدر ناكل بوزة على الهواء بوقت جدا قصير ضمن الماشين يلي كمان هي من اريتي. شفتوا انا ما رح زعل حدا، اصناف المطبخيه رائعه وسهله انكم تستخدموها ببيوتكم. خلينا بس شوف القهوه وين صارت، وهون عنا المشحاف، هيدا المشحاف خاص بالياكي تخيلوا رح نقدر هيك، وهيدول المشاوي عم يجهزوا، وهيدي الفليفله، وهلا بنسكب فنجان. عندي بريك، عندي اوزونيتر، اوكي ما رح تشربونا يعني فنجان قهوه. طيب رح نتركها سخنه، هيدا لإلك. يلا بنروح نشوف الاوزونيتر وكيف كمان ضمن، وانا بشجع كثير يعني الحمله يلي عم تنعمل للتوعيه للبنانيه بلبنان والاجانب بلبنان، كيف نقدر نحن فعلا نحافظ على ميه لبنان. انا بعرف قديش بيستغرق وقت تنظيف الخضره والفاكهه، خاصه انه بيقولوا لنا لازم تفتحوا الحنفيه على الخضره لتتنظف وتقلب المي فيها. اليوم الاوزونيتر رح يساعد بهيدا المبدا، ليش؟ لانه مثل ما شايفين حاطين فاكهه خضره بجات واحد من المي، لحط الاوزونيتر، والاوزونيتر هو اللي حيقوم بتنظيف وتعقيم الخضره والفاكهه شو ما كانوا مرشوشين، شو ما كانوا ميه الري يلي مرق عليهم، ما بقى انا بهمني لانه الاوزونيتر الاوزون رح يروح يلزق على كل الجراثيم وكل الفيروسز يلي موجودين على الفاكهه من الخارج ومن الداخل، والاكسجين يلي رح يبقى من بعد ما يختفي الاوزون وياخذ معه البكتيريا والفيروس وكل الجراثيم، رح يبقى الاودو رح يغذي الفاكهه والخضره، رح يرجع يعني مثلا اذا عندي خياره شوي دبلانه بترجع بتحسوها فريش وطعمتها اكيد بتكون فريش، وهيدا بينطبق على كل اصناف الورقيات بالخضره. واليوم انا اذا عبالي اكل هيك حبه عنب، فينا اعمل هيك مع المايه ما بيتاثر. موجود الاوزونيتر من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم يبرق قدامكم على الشاشه، دائما على 79 100، ما كان لازم يكون 2 5 6 7 8 9، وانا ما قالوا لي العنب منيح للبحة. مسيو داغر موجود معي، كيفك؟ كيف ما اليوم؟ تأخرت علي اضطريت اكل عنب. لا خبرنا اكثر عن الفلتر يلي هو من كلينسي. نحن راتيل جروب وكلاء لميتسوبيشي ووتر فلتر لكل شرق الاوسط وافريقيا، وعطين هيدا الموديل الفلتر حصريا لللابوتيك. اوكي هيدا الفلتر اللي بيتركب على حنفيه العاديه، يعني حنفيه هي الحنفيه موجوده على المجله ان كانت حنفيه الشرب او حنفيه ميه الخزان، وكثير سهل تركيبه لانه في له كذا ادابتر لكل الحنفيه. اليوم يلي ما حدا منه اخذ عيار، منه عامل طلب لعيار مية الشرب، في ما يعمل؟ في يستعمل مية الخزان وتصير عنده مية صالحة للشرب 100%. طب وقتها بتقول صالحة للشرب شو بيعني هذا؟ يعني الموضوع. أول مرحلة بيقطع فيها الفلتر هو الفحم، الفحم بيشيل لك طعمة وريحة ولون. ثاني مرحلة بيتميز فيه فلتر ميتسوبيشي عاملينه تريتد مع سيراميك، السيراميك صار بيقدر يفكك لك كل شيء، مواد عضوية منها الكلور، تري هولوميتان يلي هي مادة بتفرزها القساطر وبتعمل كونسير، ومنا كل شيء باستاسايد بيرجع بيقطع على الهولو فايبر ممبرين. أوكي. الهولو فايبر ممبرين هي براعة اختراع لشركة ميتسوبيشي. نعم. مش موجودة بغير فلاتر، توب تريفين يعني شعيرات كتير رفيعة 0.01 ل 0.1 ميكرون، يعني هيدي كفيل لأنه توقف لك كل شيء، أنواع جيرمز، كل شيء أنواع بكتيريا، كل ملوثات ممكن تكون موجودة. نعم. بالماء بهال كذا اتاب صار حيلا ماي فيك تحوليها لماي صالحة للشرب. وقت ذكرت البكتيريا عندي سمك وريدس هلا اليوم نحن بتعرفي شو عم نعمل اكسبيرينس، كنت عم تتصين يعني ما فهمت جايبه تنعمل ايه تنعمل تنفرجي فعاليه الفلتر يلي مثلا. طب بس هي بكتيريا ميته ما بعرف، اللهم يعني هي احسن تكون ميته ولا عايشه؟ ما بعرف الفلتر الميتسوبيشي بيوقف لك حتى البكتيريا الميته والعايشه. ليش البكتيريا الميته؟ الميته لانه الجسم ما بيتعرف عليها، كانوا بدك اياهم يعيشوا، بحط لك الاوزونيتر. هلا نحن اليوم هلا هيدا مبدا انه البكتيريا
حملتها. حطينا صدر وهيدا الصدر يلي ممكن يكون قاطع بالاساطير، وهيدا الحبر يلي ولا ممكن تلاقوه في ولا مي يعني، بس انه نحن مضطرين نعمل هيدا الشيء لنفرجيكم. وهيدا اذا انقطعته من المي بتفتحوا قنينه كولا وبتشربوا. هلا نحن عم نعمل هون بس مش معقول انت شو عندك ثقه عاليه بيبي عن جد. ايه انا كمان انه قد ايه مهم شغلة كتير مهمة الفلتر الميتسوبيشي. هلا شو طلعت؟ مي مجوية. مي مجوية. هلا ثلاث وضعيات له الفلتر. أول مي اللي هي بتنزل عادي فينا نستعملها للجلي للتنظيف، هيدي مش قاطعة عبر الفلتر. ثاني وضعية اللي هي مرشة كمان مش عم تقطع عبر الفلتر. ثالث وضعية اللي فيك تحول فيها للفلتر. لما بنحول على الفلتر ضروري تكون المي مسقعة مش مي سخنة. وبقية ال هلا هيدي مي مفترض تكون بلا بكتيريا وبلا ريحة. وانت اكيد من هيدا وانا اكيد شو شميتها بشوف اذا فيها ريحه. ما فيها ريحه لانه هون ريحه السمك تقتل. شو بدها، مهم السمكات ما يقتلونا. فاذا هيك صار فينا نشرب مي حتى لو كانت المي ملوثه. شو ما كانت المي صار فينا نعملها مي صالحه للشرب. نحن بغض النظر اذا كانوا الجالونات يلي عم نشتريهم هي مي نظيفه ومعقمه مزبوط أوكي. الى اخره، عم تتعرض للشمس وممنوع تعرضها للشمس. هون عم ناخذ من الفلتر دايركت للشرب، شغله كثير كثير مهمه. قديش بدايين الفلتر؟ يعني بخافوا الناس انه كل ما بعرف كل شهر لازم انا افك هالفلتر وضبه ولا اكبه وجيب غيره، شو لازم اعمل؟ تخبرك شغل، الخرطوشه سعرها 88 دولار، نحن عم نبيعها كمان على عبر اللابوتيك. نعم. تعمل 8000 900 لتر يعني بحدود ال 1000 لتر. اذا بدك تشتري 1000 لتر مي كيف ما كان بتحط ثلاث مرات زياده اكثر. خليني اشوف معك كيف بنغيرها. انت عم تشرح على السريع كثير هي تغييرها اوكي. وبلس يعني عم تاخذي مي صالحه 100% للشرب اذا عندك اطفال عندك مزبوط. بس هيك بنغيرها وقت تصير تنزل خيط يمكن المي صح؟ تبرمية. اوكي انا بدي اتشكرك، اهلا وسهلا فيك مسيو داغر. مشاهدينا بعد البريك، بس قبل البريك احمد يقول فتحوا لي اياها. اوكي خلينا نشوف هون، انا عبالك تفاجئكم اياها على الهواء. اوكي خلينا ناخذ بريك وبرجع منشيلهم لانهم عم يغلوا. مثل ما شفتوا قبل الاعلان المافنز خلص خلصوا الهوت دوغز. اوكي رح نشيلهم ونزينهم. شوفوا كيف من تحت ما احترقوا، من فوق ما احترقوا، بس هن كثير سخنين. اوكي هيدا المافنز هيك بس بخمس دقايق لا تقدروا تعملوا انتم المافنز تبعكم. كمان ما بدها يعني طريقه تنظيف كثير صعبه، بتمسحوها وبتحضروا المافنز الثانيين. فيكم تزينوهم باي طريقه، يعني انا رح نحط هيك كريم. الجراتي عملت لي بهالشكل، في تطور. عن جد حلو التطور اذا كان عملي وسعره مقبول. وللولاد اللي عندي هون هلا كمان الصبايا والشباب هيك صار فيكم تاكلوا اطيب كب كيكس بخمس دقائق. الهوت دوغ مثل ما قلت لكم كمان جهز. خليني اجيب صحن نظيف. تنطروني تنطروني تنطروني. اوكي رح نعمل نفرجيكم الهوت دوغز كمان كيف انتم بالبيت من بعد ما اوكي عم يغلوا. فينا صرنا نحط الهوت دوغ، نحضر لنا للكبار للصغار للمين عباله ياكل هوت دوغز بالطريقه العمليه. كمان برجع بشدد انه اذا حدا هو ببيته عمل، ما عندنا اشياء كثير ننظفها وما بدنا يعني ننطر الماما حتى تعملنا اياهم، فينا نعمل هيدا الشيء. وهيك هيدا بالنسبه لكل اصناف اريتي. المشابه بعدها خلينا نخففهم. هلا اذا حطيتها انا هيدي مثلا طفيتها رح تضلها تسخن لحالها مثل ما شفتوا خلصوا وقهوتي جاهزه. خلينا نروح على الصالون. استاذ مارونا ابو جودي موجود معنا حتى يخبرنا اكثر عن الانشورنس اللي موجودين من اف سي ار انشورنس سيرفيسز وسابا انشورنس جروب. اهلا والعكس اهلا كيفك؟ ريحه الاكل بواحد شهيتي ده. وحضرتك كمان كنت عم بتقول هل انتم يا ترى سريعين بتلبيه الزبائن يلي عم يتصلوا فينا بالانشورنس مثل ما نحن سريعين بالمطبخ؟ مبدئيا نفس السرعه لانه لو ما نحن مثل بعضنا ملتقينا اكيد. صحيح هلا مبدئيا نحن كاف سي ار انشورنس جروب وبالتعاون مع سابا انشورنس سيرفيسز وبتغطيه شامله لشركه اليج للتامين وعائد التامين عملنا باكج
أوكي. هالباكج هيدي هي للصحة لكل مواطن لبناني. نعم. اللي عم بشوفه السعر استاذ مارون ابو جوده هو بضم الزوج والزوجة والاولاد شو ما كان عددهم 18 سنة وما دون. وما دون. شو بيغطي يعني وقت بروح بيدفع هالمبلغ هيدا شو بيتغطى؟ نعم، اول شيء بيتغطى استشفاء داخل المستشفى 100%. نعم. ما بيدفع ولا قرش. هلا هاي اول شغله، هاي اول بوليصه. ثاني بوليصه اللي هي الاوت، يعني الفحوصات المخبريه اللي خارج او بمختبر المستشفى بنغطي 90%. اوكي، فاذا هذه ثاني بوليصه. ثالث بوليصه اللي هي طوارئ العمل لرب الاسره. نعم. اللي هو اكيد بيكون رب العمل ما بيضمن حاله، يعني بيضمن العمال اللي عنده. كمان استشفى داخل المستشفى 100%. هلا بلس بي اي اللي هي الحوادث الشخصية، يعني العطل الدائم والعجز. نعم. العجز الجزئي. اوكي، هون صاروا 4 بوليس. في عندك كمان الخامس بوليسة اللي هي البوليسة لايف، لا سمح الله. نعم. وفاة من جراء حادث اللي هي قيمتها 10,000 دولار، كما وانه البي اي كمان قيمتها 10,000 دولار. يعني هون هلا المؤمن ضمن الباور فاميلي غطى. نعم. حاله وزوجته واولاده ووفر 600 دولار واخذ كل هالبواليس يلي بتغطي من كل الجهات. نعم. شو هي الهدايا يلي موجوده ضمن هالبواليس؟ اي نعم، بلس على الخمس بواليس سعودي في 3 هدايا. اول هديه اللي هي تامين على سيارته ضد. نعم. الغير لحدود مبلغ 250,000 دولار. اوكي اوكي. هلا في عندك السي او 2 اللي هي فوت باث ثيرابي من ميتسوبيتشي، وهذه مشكورين عليها، اللي هي بتغطي 20 جلسه اللي معه نشاف بالشرايين الاطراف. أوكي. يعني الايدين والرجلين. نعم. من جراء مرض سكري او تدخين او ما. نعم. شابه. هلا ثالث بوليصة اللي هو الفحوصات المخبرية عند التجديد، تشيك اب، مع انه تشيك اب هو ما بيتغطى التأمين، بس نحن بنغطي له اياه كل سنة كمان. نعم. هيدا معلوم. فهون المشاهدين بيشوفوا حالهم هنا ضمن اي فئة عمرية ليشوفوا. نعم. طريقة الدفع يلي كمان هي هينة، يعني عم تكون مبسطة. نعم. 25% عند بمجرد انه يمضي. اوكي. هالبروبوزل هيدا. نعم. بمجرد انه يمضي هالبروبوزل هون. اوكي. بيدفع 25% بعد ساعة بيمشي العقد مباشرة. كل شيء بيمشي. نعم. نعم. ومقسطة الباقي على 10 اقساط، يعني صاروا 11 شهر. نعم. هيدا بالرغم انه الاسعار كتير مدروسة، ومثل ما قلتي حضرتك انه عم بيوفر 600 دولار مينيموم بهالباكج. نعم. هيدي، وكل شخص من العائلة مغطى على 75,000 دولار. يعني كله. نعم. كله يعني مدروسة من كل الجهات. وهيدا. نعم. الفضل بيعود اكيد للاف سي ار انشورنس جروب. نعم. وبالتعاون مع سابا انشورنس سيرفيسز وأليك أكيد. أكيد. اللي هي كيف لي وضامني هالعقود. أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك ويكند حلو. مشاهدينا رح نشوف فيديو بيفرجينا أكثر الكانجرو كيبر لكل الصبايا والسيدة، تشوفوا مع الفيديو. Where you can never find what you want? Tired of missing calls because of that disorganized purse? And is changing handbags just a huge hassle? Introducing Kangaroo Keeper, the incredible purse insert that transforms even the most cluttered bag into a super organized bag instantly. Now you'll always find what you need in a flash. Hello? This bag is a jumbled mess. Watch as Kangaroo Keeper keeps it all neat and secure. There's a place for everything and everything has its place, so it's all right at your fingertips. Changing purses takes forever, and you always leave something important behind. With Kangaroo Keeper, you keep it all with you, and switching bags to match an outfit is a breeze. No more digging and dumping. Kangaroo Keeper has a spot for all your essentials. Makeup, sunglasses, coupons and cards. There's even a place for your beverages and your umbrella, leaving the center free for your wallet and larger items. And the drawstring keeps everything secure. Look, it's reversible. Switch the pockets on the outside to make more room on the inside. فإذا مثل ما شفتوا الفيديو قديش لذيذ، واحد صار يقدر يحمل كل الجزادين يلي عنده ياهون مثل ما عم نشوف وشفتوا سبق بالفيديو. الكانجرو كيبر بنحطها بقلب الجزدان، البطانة
ما بتنخزق بطانة الجزدين وبضلوا نظيف، وأنا بحط كل أغراضي بقلب هالكانجرو كيبر يلي موجودة بياسين. الكانجرو كيبر إذا مثلا فتحت معي قنينة الباودر أو البلاش وجويت للجزدين مشكلة، لأنه الجلد بيتأثر خاصة إذا دافع حق الجزدين كتير. اليوم الكانجرو كيبر حتى لو انجوت لو فتح الفيرني بقلبها بقدر أنا أرجع غسلها. كل أغراضي فيني أحطهم بقلبها وفيني أوسعها أكتر، يعني مثل ما شفتوا كمان بالفيديو ببرمة بصير عندي مجال دب أكتر من هون، وهي امبرميابل يعني حتى إذا حطين قنينة المي وفتحت بالغلط ما بتتأثر الكانجرو كيبر، وفيكن تصفوا كل أغراضكم بقلبها. واليوم صار فيكن هي زيتها تحضروها كل يوم الصبح تغيروا جزئين، بس بتشيلوا الكانجرو كيبر بتحطوها بالساق الثاني. ما تترددوا عن جد، الكميات عم بتروح بشكل هائل، لأنه يعني اختراع كتير مفيد لنا نحن السيدات والصبايا. موجود من خلال لبوتيك الاثنين، يعني بيجي معها الكبيرة والصغيرة لتقدروا تحملوا جدادينكم بقياساتهم المختلفة، دايما عبر 79-100-225-678-9. من بتشيرو جوريلي أيضا مجوهرات جدا حلوة، الأسوارة يلي لبستها يلي هي يعني بين اسواره وبين خلخال اذا بدكم، وانما للايد لانه جامع الخاتم مع حبيت اللولو مع السنسير بشكل كتير حلو، يعني حتى من يعني الايد من بطنها كمان عم تكون مزينه بالذهب. برجع بقول الذهب هو 18 كيرات، هالاسواره اذا اخترتوها ذهب اصفر 18 كيرات بتوصل لعندكم، واذا حبيتوا تغيروا باللون يعني عبالكم يكون الذهب زهر او ذهب ابيض كمان هيدا الشيء في ينعمل. هيدا الاسواره هي ضمن التأم يلي هو من البرايدل بيرل نكلس، كمان عم بتشيروا جوريلي عندهم الالماس وهن اختصاصهم اذا بدكم الالماس. السوليتير يلي موجود ولبسته هو سوليتير من ديزاين بتشيروا جوريلي، صف الالماس والحبه اللي بتتوسط السوليتير، الحبه قاعده صحيح على القاعده الخاصه فيها على البيس، وانما كانه طايره يعني اللي بتكون لبسته السيده بتقدر تتفاعل مع الالماس. صحيح السعر قليل وانه هو الماس صافي، وعم نحكي عن ذهب 18 كيرات، طبعا هون عم بيكون اللون الابيض طاغي على الذهب، انما كمان فيكم تختاروا اللون الاصفر. اليوم صار فيكم بامانه تتسوقوا عبر لبوتيك الماس وذهب ولولو باسعار جدا رائعه، وطبعا الشهاده اللي موجوده من بتشيرو جورا اللي بتاكد هيدا الشيء. البرايدل نكلس بيرل يلي لبسته كمان بعده موجود من خلال بوتيك، وهو هيدا الموديل التلياني يلي كمان فيكون تقم مع الاسواره مع الحلق. اليوم اخترت البس الحلق الثابت عديني، وانما كمان فيكون حلق فيكون حلق متدلي مثل سبق ولبسته، فاذا هيدا الحلق كمان بيلبق مع الاسواره، وايضا فيكون تقم كلهم سوا مع البرايدل نكلس، وكلهم ذهب 18 كيرات وكلهم من بتشيرو جوريلي، وفعلا بتكونوا متميزين انتم لابسينه. ما لكم غير تتصلوا فينا وتاخذوا الاسعار بالتفصيل، ونحن بنوصلكم اياهم من دون اي تكاليف اضافيه وين ما كنتوا داخل الأراضي اللبنانية. نحن ننتقل لنحكي أكثر عن أصناف كثيرة بلابوتيك. امبارح خبرنا شوي عن نوفاسيلا، نوفاسيلا يلي هي كمان ثورة ضمن عالم التجميل، تجميل الجسم، وصحيح هو كريم وإنما فعال جدا لأنه رح يقدر يشيل سيلوليت، رح يقدر يشتغل على الفيرجيتور، رح يقدر يشتغل على نوعية البشرة إن كنا عم نستخدمه على البطن، على الأرداف، على المؤخرة، أو حتى إذا كنا اخترنا نستخدمه على الزنود وأيضا على الوجه والرقبة. اليوم نوفاسيلا بكل المواد الطبيعية اللي موجودة بداخله، هيدي المواد قادرة تفعل الخلايا الدهنية بالجلد، وكلنا بنعرف السليوليت هو مثل احتقان للدهون تحت الجلد وبتسبب نوع من الالتهاب اوقات، مشان هيك بنحس بوجع وقت يكون عندنا السليوليت. والسليوليت دايما بنسمع بدهم حف وبدهم مشي وبدهم اكسجين، طبعا ليقدر يمرق بيناتهم الاكسجين ليقدر الدهون تتصرف، هيدي لوجيك. ما اليوم نوفاسيلا رح يقدر يعمل هيدا الشيء. نوفاسيلا وقتها بيندهن على البارتي اللي انا بدي نحفها، اذا اخترت برجع بقول كيلوت دو شيفال او الاوراق او المؤخره او الزنود، نوفاسيلا رح يخترق الجلد، رح يفوت على الخلايا الدهنيه ورح يشغلها، رح يحركها اذا بدكم. ومثل ما دايما بعطي نفس المثل، مثل اللبن
اللبن وقتها بنخضه بيكون جامد، وقتها بنخطه أو بنخفقه بالشوكة بيمسل وبصير مي، وهيك نفس الشيء رح تعمل النوفا سيلا بالخلايا السيلوليت الدهنية، وهون الجسم لحاله رح يصرفها عبر البول أو عبر العرق وبالسيستم اللمفوي رح يكبها الجسم، بس نحن علينا يمكن نشرب نتفة مي لأنه أكيد رح تظهر هيدي السموم من جسمنا يلي هي السيلوليت. وإنما ما رح يترك البشرة مترهل النوفا سيلا وقتها بيشتغل على الخلايا السيلوليت وعلى الدهون المتكتسة، حتى إذا وصلت لوضع الكابيتون يعني منشوفها كتير فيها مثل الموج على الأرداف والجوانب ما تعتلوهم. كمان الأعشاب الموجودة والمواد الموجودة ضمن نوفا سيلا هيدي المواد لح تقدر تشد البشرة لأنه لح كمان تفعل الإلاستين والكولاجين، طالما الدهون راحت الجسم بيرجع بيشتغل بالطريقة وبأول ميتابوليزم تبعه وبيخلي يفرز إلاستين وكولاجين. هيدي الإلاستين والكولاجين وقتها بتشتغل لح تشد البشرة، والإلاستين والكولاجين وقتها بيشتغلوا لح يشيلوا الفيرجيتور وما لح يخلونا يصير عنا تشققات، لأنه البشرة بتتشقق الجسم ما بيلحق يعمل سيلوليت، عفوا ما بيلحق الجسم يعمل كولاجين وإلاستين وقت نكون عم ننصح، مشان هيك بتنخزق الجلدة لتقدر تخلي محل للدهن يساع. اليوم أنا بواسطة النوفا سيلا وقت الدهون راحت والسلوليت راحت الجسم صار عنده وقت أنه يفرز إلاستين وكولاجين، مشان هيك البو لح تلاقوها قديه لح تصير بو ناعمة، بشرة ناعمة، والفيرجيتور الجديد اللي بعدهم حمر لح يختفوا. وأكثر من هيك كلنا بعدنا عم نحكي عن مبدأ الأكسجين ومبدأ البشرة والجسم يرجع يشتغل بالشكل الصحيح، مشان هيك يلي لح يستخدم النوفا سيلا لح يلاحظ انه اذا كان عنده شرايين رفيعة للفاريس لح تروح. برجع بذكركم هو مبدأ واحد لمشاكل أربعة وعديدة، لأنه نوفا سيلا لح يشتغل بالطريقة الصحيحة ولح يسمح للجسم أنه يشتغل. باتم لاين ريزومي 3 سنتيمتر بسبعة أيام، وهيدا مش كذب، هيدا شيء صح. عندي صبية اليوم مبشط عليها الجينز أنا وفيتي، هيدا شيء كتير حلو. يعني إذا اخترتوا تشتغلوا على اللاف كوشن أو على الأوراق أو على الزنود، هيدا الشيء لح يعملكم إيه نوفا سيلا. دهنوه مرتين باليوم حتى تشجعوا وتسرعوا عمل السلوليت، واستعملوه كل يوم حتى تقدروا هيدا جوزيان بس ما بدي اقول اسمه، تكوني انا اقول اسمه اوكي صار فيها تتجوز ضعفي. عن جد هيك يعني منا مسحة. واكثر من هيك قديش حلو التكستير تبع الجسم، ما رح اجيب لكم صور بيفور اند افتر تما تقولوا انه اوكي مصورينهم ومظبطينهم، عن جد هو هيك. جربوه وسعره ماشي $100 ولا كانه عم تعملوا جلستين على حيلا ماشيين لتخفيف وشد البشره. بتعملوا واللي عم يعمل على الماشين مش غلط، في كمان يتابع ويسرع ويفعل عمل الماشينات بواسطه النوفا سيلا. لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا فيهم اتصلوا فينا هلا على 9 7 8 2 2 5 7 8 و9 ويحصلوا على النوفا سيلا اليوم وبعد 7 أيام بيلاقوا الفرق. سمارت تاول هي منشفة لكل الأشخاص يلي بعرف هلا البحر أخذ لنا وقتنا، ويلي بيروح يوم ايه يوم لا على البحر ما بتصور لح يلحقوا ينشفوا المناشف على المنشر، وانما بواسطه السمارت تاول المنشفه الوحيده يلي رح تاخذوها اليوم معكم على البحر، معموله من المايكرو فايبر وهي تليانيه. المايكرو فايبر خفيف جدا بيمتص مي ضعفين وثلاثه واربعه من وزنها، هي وزنها 375 جرام ويعني شبقيه ونص، رح تنلبس بعده طرق. هيدي المنشفه رح تسمح لنا تكون هي باريو، رح تسمح لنا تكون هي برنوس، رح تسمح لنا انه غطى فيها من بعد الشاور من بعد الدوش، ورح نحط بقلبها سيلولار او اللونات، رح نتمشى على البيسين عادي، وهي زيتها رح نرجع نفرشها على الشازلون وننام عليها. الحلو فيها اول شيء المايكرو فايبر تبعها كثير ناعم، بلس انه خفيفه الوزن، ورح تقدروا تاخذوا الاثنين الكحليه والحمراء عبر لبوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه. الحلقه دائما بتنتهي بواسط مع ديكونترال، ديكونترال يلي هو كريم طبيعي للتخلص من التكلس، التكلس يلي هو ضرر بصيب الغضاريف، الغضاريف الموجوده بكل مفاصلنا يلي هي بتامن لنا حركه سليمه، حركه لينه للمفاصل. اليوم الانسان يلي عنده تكلس هو انسان عنده الم مبرح عند الحركه، هو انسان بحاجة يلين مفاصله قبل ما يقوم من التخت، هو إنسان ببطل يقدر ينزل على الدرج، هو إنسان ببطل يقدر يركع إذا كان عم بيصلي، هو إنسان فعلا يمكن يضطر ما بقى يروح على شغله أو إذا هو رياضي ومصدر رزقه هي الرياضة،
اي ما رح يقدر بقى يروح لانه عن جد الوجع عند الحرق عند الحركه هو شيء كثير صعب. الديكومترال رح يقدر يشتغل عكس كل شيء، يعني الديكومترال منه مش مثل الدواء اللي بناخده عبر الفم، ولا منه مسكن ولا هو مخدر، هو كرام رح ينظهر على المفصل اللي مصاب بالتكلس. المفصل رح يتعرف على الديكومترال، رح يجذبه الى الداخل، الديكومترال رح يخترق كيس المفصل، وبالداخل رح يقدر يشتغل على الخلايا الغضروفيه انها تفرز كولاجين والاستين. متى فرزت كولاجين والاستين رح تكبر الغضروف، رح ينفخ العظام، رح تبعد عن بعضها، وبالتالي حركتنا رح تكون سليمه. هذا الشيء بينطبق على كل مفاصل الجسم، اصابع اليدين، بينطبق على سلسله الظهر، بينطبق على الورك، على الكاحل، على كل المفاصل يلي ممكن يكون فيها تكلس. سيدات يلي عندها مشكلة بحسوا ورم بالأصابع، هيدا الورم هو تكلس، ما تخافوا، ما بده سحب، ما بده شيء، الجسم لحاله رح يكب التكلس إلى الخارج، رح يغذي هيدول العقد. وانتبهوا يعني مش قبل ما يصير عندكم انحراف بأصابع اليدين استخدموا الديكومترال بهالمبدأ. نفس المبدأ بينطبق على كل مفاصل الجسم، فيكم تستخدموا الديكومترال وضروري تستخدموا 3 مرات باليوم حتى تقدر المفاصل تتغذى كل 6 ساعات بواسطة الديكومترال وتقدر تعمل الشغل. لكل الناس يلي فعلا زهقوا من الأدوية والأدوية اللي بتضر المعدة، ديكومترال شغله مثل يعني سهم مباشر على المشكلة. تعرفوا المشكلة وينية؟ ركبة، الكوع، الظهر، فيكن تستخدموه على كل هيدي المفاصل. الألم رح يزول تدريجيا، وقت يبلش يزول الألم يعني الديكومترال عم يقدر يعطي النتيجة المطلوبة، ورح نقدر نوصلكم اياه اكيد خلال 3 ايام. وين ما كنتوا بلبنان بدون اي تكاليف اضافيه، ديكونترال مسجل داخل الاراضي اللبنانيه وفايد على الاتحاد الاوروبي، وفيكم تتصلوا فينا على 79-100-225-789 حتى تحصلوا عليه. الباور بالانس باند هي اسواره معموله من السيليكون، هيدي الاسواره مزوده ب2 هولوجرام، هالرسمات يلي موجودين عليها معمول عليهم دراسات انه قادرين يجذبوا الايونات السلبيه اللي موجوده بالطبيعه، وتنجذب الايونات السلبيه على حولنا لح نحن بدورنا نقدر نفرز الطاقه الايجابيه، والطاقه الايجابيه هي صحه 100% للانسان. مشان هيك لح يكون تركيزنا افضل، توازننا افضل، حياتنا افضل، وصحتنا افضل. تقريبا اغلب المشاهير بعالم الرياضه ما بيستغنوا عن الباور بالانس باند ليقدروا يلعبوا ماتش الباسكتبول، ليقدروا يعملوا الهوكي، الجولف، وغيرها، كل الرياضات يلي بدها تركيز. اليوم الباور بالانس باند اذا كنا لبسينا توازن تبعنا رح يكون، رح نكون جامدين اكثر، مشيتنا رح تكون احسن، حتى بالشوب الكثير يعني اوقات بنحس حالنا ضايعين او مشوبين كثير رح نغبى يعني من الشوب، ببطل عندنا تركيز، بخف تركيزنا. باور بالانس باند لانه رح تخلي جسمي يفرز الطاقه الايجابيه، كل هرموناتي وكل الطاقه يلي حواليه رح تصير بوزيتيف، وكل شيء بوزيتيف اكيد رح يامن لي حياه افضل وصحة أفضل. باور بالانس باند موجودة من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم يمر قدامكم على الشاشة دايما على 79-100-225-789. في عنا الجلوب المي ولا بكرة بخبركم عنهم؟ بكرة، أوكي. فاذا لكل المشاهدين يلي كمان سبق وشافوا معي هالجلوبيت يلي منعبيهم مي ومنشكهم بالزريعه، هيدي هي طريقه كمان لنقدر نسقي فيها الزريعه بلا ما نهدر مي وبلا ما نضلنا ندس التربه اذا عليها مي. اليوم للي بينسى يسقي زريعته ما لهم غير يختار هالجلوبيت هيدول يلي معمولين من الازاز، يشكهم بالتربه وكل 7 ايام يعبيهم مي وهن لحالهم رح يسقوا البلانتس يلي عنا، كمان موجودين من خلال بوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه. انا بتمنى لكم ويك اند يقطع حلو علينا وعليكم، وطبعا بشوفكم التنين بحلقه مباشره على الهواء. باي باي.